كلوب هيفكر ازاي الموسم الجاي؟ لازم يغير شويه يعني طبعا فان دايك لما هيرجع اكيد مهم، لكن حته السدوكات ليفربول دلوقتي كل ماتش ما بيخش في جون، ولما بيجي جوان بيبقى مهدد جدا يخش في جوان. نص الملعب اعتقد لازم يكون فيه اضافات، حته المهاجمين بساديو ماني ومستواه السنه دي باين قوي ان ليفربول بعيد. زي ما قلت لك يمكن الوحيد دايما بقول لك الكلمه دي من اول السنه اللي ماسك نفسه هو صلاح، حتى فيرمينيو فاق متاخر، لكن طول السنه اللي بيجيب اجوان كل الماتشات 1-0 2-1 1-1 هتلاقي صلاح هو اللي بيجيب. صعب انك تقعد تعتمد على صلاح بس، لازم حاله ساديو ماني تتحسن شويه، وفيرمينيو يمكن فيرمينيو احسن شويه الفتره دي لكن برضه ما بيجيبش جوان كتير. يعني ما تيجي تشوف ليفربول في اخر 3 4 سنين هتلاقي فيرمينيو ما بيبقاش من الهداف، بيجيب 7 9 10 اجوان لكن ما بيعديش ال 20 جون مثلا. فلازم يغير في شويه لعيبه في نص الملعب برضه. خلي بالك هاندرسون كبير، رينالدوم يقال انه ممكن يروح برشلونه، ميلنر كبير، فابينيو لعيب ديفندر، حتى تياجو اللي كان مراهن عليه بطيء ورتمه مش ماشي مع الريتم الانجليزي لسه، محتاج الحته دي يكون فيها ريفرشمنت شويه، يبقى في لعيبه احسن واسرع شويه.